يبدو أن الوضع الوبائي قد ازداد خطورة بتسجيل 99 حالة وفاة جديدة و 1433 إصابة جديدة بالوباء، مع ارتفاع عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات وخاصة تحت جهاز التنفس الاصطناعي وفق آخر إحصائيات وزارة الصحة بتاريخ 7 من جوان الحالي. ولاية باجة تستغيث وصنفت الإدارة الجهوية للصحة كل معتمدياتها ذات مستوى إنذار مرتفع جدا بوجود أكثر من 100 مصاب لكل 100 ألف ساكن بباجة الشمالية والجنوبية وتبرسق وتبار ونفزة وبلاط وعمدون وتستور ومجاز الباب، وتجاوزت نسبة التحاليل الإيجابية المتعلقة بتقصي فيروس كورونا بباجة 54%، وهي النسبة الأرفع المسجلة منذ أشهر بالجهة حسب آخر معطيات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، ليؤكد المدير الجهوي للصحة بباجة إلياس عمار ومدير الصحة الوقائية ناجي عطوان أن الوضع الوبائي أصبح كارثيا بالجهة. ولاية جندوبة سجلت بدورها ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بعد رصد 65 حالة جديدة وفق ما ورد في الإحصائية اليومية الصادرة عن الإدارة الجهوية للصحة، كما سجلت أقسام كوفيد بمستشفيات ولاية جندوبة أيضا تطورا غير مسبوق في عدد المقيمين الذي بلغ ولأول مرة منذ بداية الجائحة 83 مصابا دون احتساب المصابين الذين يتلقون العلاج والمتابعة بمنازلهم أو في المساحات الخاصة. يوم أمس 7 جوان 2021 عدد العينات المرفوعة هي 158 عينة رفعت، فيهم 68 إيجابي، يعني ما يقارب 45% من الحالات الإيجابية. حالات الوفاة ليوم 7 هما 5 حالات وفاة، وكلهم حالات وفاة في مؤسسات الاستشفائية. هذا الكل من بين المؤشرات الخطيرة فيما يخص الوباء. ولاية الكاف سجلت بدورها ارتفاعا في عدد الحالات المكتشفة مع ارتفاع عدد المقيمين بالمستشفيات إلى 100 شخص، ليصف رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الإدارة عبد الباقي الجمني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء هذا الرقم بالمفزع، مشيرا إلى أنه يدل على خطورة الوضع الصحي بالجهة وعلى تواصل انتشار الوباء بصفة واسعة في كامل أنحاء الولاية.